لقاحات الأطفال هي من أولويات توجيهات السيد رئيس الجمهورية منذ سنة. حاليا لقاحات الأطفال موجودين في السوق، لأن صارت فيها بلبلة الأسبوع الماضي، قال فيه ندرة ماهيش ندرة، ما كانش. احنا مع الجماعة تاع وزارة الصحة، مع الإخوان تاع لانستيتي باسور، كل لقاحات في كل الأصناف موجودة في السوق الجزائر. فيه بلاك تدبدب صغير في قرية بحدا تلمسان بور نو با لا سيتي. بوركوا؟ باسكو لو ريسبونسابل نتاع الهيئة هذه الاستشفائية نرى با بري سي ديسبوزيسيون بور سا بروفيزيوني، مي لي كونتيتي الكميات تاع لقاحات الأطفال موجودة، موجودة بكثرة في كل نواحي البلد. رئيس المدير العام مجمع صيدان دار تصريح الأسبوع الماضي وين صرح باللي عندهم مشروع تاع لقاحات الأطفال اللي إن شاء الله تدخل في الإنتاج السنة القادمة إن شاء الله، مع شريك اللي ما نتكلمش عليه حاليا.